بعد رمضان في ناس كتير ما زالت بتعاني انها مش عارفه تنام، لانه طبعا كنا بنقعد بعد السحور ونصلي الفجر ونقعد شويه على ما ننام وكده، ففي ناس الساعه البيولوجيه بتاعتها اتلخبطت في رمضان، يعني حتى نوم الدور ما بقاش الدور، يعني حاجات كتير اتغيرت. ازاي تقدر ترجع تاني تنظم نومك بعد رمضان؟ الدكتور عبد الناصر عمر، استاذ الطب النفسي بجامعه عين شمس، اهلا بيك يا فندم. يا عمور كل سنه وانت طيب. وانت بالصحه والسلامه، وحشني. الله يخليك يا عم، وحشني والله جدا. ازاي نقدر نرجع لنظامنا في النوم بعد رمضان؟ بص يا عمور، طبعا الموضوع ده مهم جدا، لان النوم في الحقيقه عامل مؤثر واساسي جدا في الحاله المزاجيه بتاعت الانسان، وعامل مؤثر جدا في الحاله الانتاجيه بتاعت الانسان. فبالتالي كتير جدا من الناس في رمضان، طبعا عندنا حاله متدنيه بالانتاج، كلنا عارفين كده في مصر يعني في الوطن العربي. فبالتالي الناس جزء من ضعف الانتاج في رمضان بيحصل خلل في الساعه البيولوجيه وخلل في النوم عند الناس. بنخرج دايما من رمضان بتاخر او بخلل في الساعه البيولوجيه، يعني الناس بتنام متاخر اكتر شويه وبتصحى متاخر شويه. الحقيقه لازم يحصل تعديل للساعه البيولوجيه بعد رمضان. في الحقيقه عشان تعدل الساعه البيولوجيه بتاعتك بتحتاج من اسبوعين لثلاث اسابيع عشان تقدر ترجع. يعني من بعد رمضان نقعد ثلاث اسابيع على ما نرجع للنورم الطبيعي بتاعنا في النوم. بالظبط بالظبط، عشان تعدل الساعه البيولوجيه بتاخد من يعني من اسبوعين لثلاث اسابيع عشان تقدر تعدل الساعه البيولوجيه بتاعتك. بتعدلها ازاي يا عمرو؟ اول مؤثر مهم جدا في تعديل الساعه البيولوجيه انك تثبت ساعات الاستيقاظ، يعني تصحى في وقت محدد دايما كل يوم. كل يوم ده مهم جدا، ايا إن كان انت نمت الساعه كام. يعني نمت الساعه 3 انا هصحى 9، هصحى 9 بالظبط كده. يعني الاول بثبت ميعاد نومي، ده مهم جدا. نمره 2، وده مهم جدا، ان احنا اول ما تصحى لازم تفطر، بس يعني لازم تضبط الساعه البيولوجيه مع البيولوجي بتاع جسمك كله. تفطر كويس جدا، كويس بالنسبه للاكل يعني. ما تاكلش حاجه تانية بعد الساعه 7، يعني اخر اكل يبقى الساعه 7. مفيش كافيين، مفيش منبهات. لا لا لا، دي واحده يا فندم. يعني ايه اخر اكل الساعه 7؟ يعني مفيش عشاء يعني؟ مش قصدي عليك انت يا عمرو، انت تاكل في اي وقت انت عايزه. بتكلم في الناس شويه العادية. رز بلبن بالليل كده قبل ما الواحد ينام برضه. لا لا، ما عندوش بيطه حلو ده. لا انا بتكلم، يفضل جدا تبقى الوجبه النهائيه في اليوم اراوند الساعه 7. ده لو انا هنام الساعه كام؟ يعني اخر وجبه الساعه 7؟ زي هو في الحقيقه الناس الطبيعيه بيناموا الساعه 11 12 بالكثير. دول الطبيعيه. اه ناس طبعا يعني في اوروبا والدول المتقدمه الناس بدل بتنام بدري عن كده شويه عشان بيصحوا الساعه 6. لكن احنا في مصر دايما احنا ساعه مصر كلها البيولوجيه متاخره. بس الا لما فيما نظر يعني الشعب المصري كله ساعته البيولوجيه كلها متاخره. وبالتالي احنا لازم نصحى في ميعاد محدد، لازم اكلك الاكل الثقيل الغداء الاساسي ما يزيدش عن الساعه 7. الكافيين بعد الساعه 5 و6 مفترض ان يبقى ممنوع. طبعا ما تخشش السرير غير لما تحس ان انت عايز تنام، ده مهم جدا. بس فكره ان انت تقعد في السرير وتتقلب وتحاول تجيب النوم تبقى صعبه جدا. انت بتخش لازم تكون بتسقط يعني. بالظبط كده. طبعا الفرجه على التلفزيون لطيفه بالليل، بس طبعا ما تشوفش حاجات فيها نوع من الاستثاره. استثاره قصدي حاجه مؤذيه، حرب، مشاكل، يعني قصدي بفضل ان انت في اخر ساعه قبل ما تنام بتشوف، لو هتتفرج على التلفزيون تشوف حاجات لطيفه، يعني قصدي حاجه تبقى نوع من تهدئه الخواطر. عبد الناصر، في ناس يعني علشان تجبر نفسها انها تنام بقى وتظبط ساعتها البيولوجيه، يا تاخد منومات، تاخد ادويه كحه، ادويه حساسيه، اي حاجه تدخلها تنام يعني. شوف احنا لا نفضل اطلاقا ادويه النوم خالص، يعني انا ما بفضلش ابدا، بالذات بعد ما الواحد بيطلع من رمضان او مثلا بيجي من السفر وعنده جات لاج. بس انا لا افضل ابدا ادويه منومات لاحداث نوم اصطناعي. ممكن جدا هتعاني اسبوع او اسبوعين، لكن لو التزمت بساعه بيولوجيه جيده هترجع تنام تاني كويس جدا. طبعا احنا ممكن ندي الناس بعض الاعشاب، يعني في بعض الاعشاب بتساعد على النوم، لكن قصدي كدواء انا لا افضل ابدا ان احنا ناخد ادويه منومه. احنا طبعا بندي ادويه منومه عمرو، بس في يعني لازم يبقى مرض يعني. بالظبط، يعني لما حد يبقى عنده انسومنيا، عنده اضطراب يعني قله النوم، بس بيكون حاجه مرضيه.
لكن ده قله نوم عرضيه، وبالتالي لازم الاول نجرب الوسائل الطبيعيه ان الانسان يخش ينام. وخد بالك في حاجه مهمه جدا يا عم، فكره ان الناس تتصور، يعني في بعض الخرافات عن النوم كده ان الواحد لو نام 5 ساعات 6 ساعات يبقى كفايه. طبعا يفضل جدا ان الناس كلها تنام من 7 8 ساعات عشان حالتك المزاجيه تبقى مستقره. ده على الاقل يعني 7 8 ساعات ولا بالكثير؟ يعني الرينج من 7 ل 8 ساعات، لازم من 7 ل 8 ساعات. طبعا اقل من كده في الحقيقه بيبقى مؤثر، يعني مؤثر بطريقه يعني سلبيه على ادائك الوظيفي وادائك العقلي، يعني قصدي قدرتك على الانتاج وقدرتك على التركيز وقدرتك على التذكر بتبقى اقل شويه. انت بتحتاج يا عمرو النوم علشان تسبب. طب انا ممكن اقسمهم على مرحلتين، يعني انام 6 ساعات وانام الظهر ساعه او ساعتين كده يعني؟ ده سؤال رائع جدا. طبعا وانت خارج من رمضان اوعى تعمل كده، يعني ما تاخدش ناب ابدا وانت خارج من رمضان عشان تظبط الساعه البيولوجيه، ما ينفعش تاخد ناب. لو خدت ناب ما تنامش الظهر، ما فيش قيلوله. القيلوله دي لا، انت كده هتبوظ الساعه البيولوجيه تاني. طبعا يفضل ان النوم يكون مستمر وكويس، وحتى الابحاث الجديده بتاعت النوم لو انت عايز تنام قيلوله، انت عارف القيلوله تبقى قد ايه؟ نص ساعه. تمام، تصور بقى انت عايز تريح نص ساعه، طبعا مش حد فينا بيعمل كده، الناس هنا بتعمل قيلوله ساعتين ثلاثه يعني. فانا افضل جدا لو انت عايز تظبط ساعتك البيولوجيه بعد رمضان فننام 7 ساعات متصلين بالليل كل يوم لمده طويله بلا قيلوله، من اسبوعين لثلاث اسابيع بترجع تاني ساعتك البيولوجيه بتظبط تاني خالص، مش اي مشكله. طب بالنسبه للقهوه والشاي والحاجات دي؟ القهوه والشاي الكافيين، اي منبهات يا عمرو من بعد الساعه 5 لازم تقف عشان تظبط ساعتك البيولوجيه. هي الفكره في ايه يا عمرو؟ الفكره ببساطه ان بنتكلم على الهاف لايف، بنتكلم على ان انا بشرب فنجان القهوه الكافيين بيفضل في جسمي من 7 ل 8 ساعات بس، وبالتالي فانا لو شربت فنجان قهوه على الساعه 12 في جسمي قهوه، يعني بيحصل حاجه زي كريسندو كده، يعني بيحصل صعود في نسبه الكافيين في دمي كويس، فتبقى نسبه الكافيين في دمي عاليه، ما بعرفش انام. حتى لو نمت على فكره بيبقى نوم مش عميق، وبالتالي لما بتاخد الكافيين اخر كافيين الساعه 5 او 6 لما بتيجي تنام على الساعه 11 او 12 يبقى خرج من جسمك بقى خلاص بالظبط، بيكون او نزل في البيرولو، يعني نزل لمستوى بسيط جدا في دمك، عشان كده يبقى نومك جيد. في ناس تقول لك انا باخد قهوه وانام، ايوه يا سيدي بتاخد قهوه وتنام، لكن بتنام ما بتنامش نوم عميق، ما بتخشش. انت عارف احنا عندنا مراحل في النوم 1 و2 و3 و4، انت ما بتخشش في نوم عميق خالص، تفضل دايما في 1 و2، وبالتالي لما بتقوم الصبح بتبقى نايم 7 ساعات، لكن ما بتقومش يعني مش ريفرشنج سليب، مش يعني مش نوم جيد، مش نوم مفيد لجسمك. يعني لازم بقى نرجع لايام زمان ونعمل حلقه طويله كده عن النوم، بس ادينا عرفنا ازاي نظبط النوم بعد رمضان. الدكتور عبد الناصر عمر دايما يعني معلومات مفيده، بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله، شكرا ليك.